السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن السفر إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. فبعد أيام قليلة ستنطلق أولى الرحلات إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة مع حجاج بيت الله الحرام، استجابة لقول الله تعالى في كتابه العزيز: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. الحمد لله، في بلادنا المغربية هناك ترتيبات كثيرة لتأطير حجاج بيت الله الحرام وتفقيههم في الأحكام الشرعية في كيفية أداء المناسك، تقوم بها المجالس العلمية والمندوبيات الإقليمية مع عدد من المرشدين والمرشدات. ونريد أن نواكب نحن أيضا هذه العملية المباركة، لأن هناك أيام معدودة فقط وسوف تنطلق أولى الرحلات إلى المدينة المنورة، والناس عادة ينتظرون بلهفة وشوق قدوم شهر ذي الحجة. نحن الآن في شهر ذي القعدة وعلى أبواب شهر ذي الحجة لأداء الفريضة الخامسة اللي هي فريضة الإسلام، فريضة الحج، طلبا للعفو والمغفرة من الله تعالى. من الأمور التي يجب التذكير بها في هذا الباب: أولا، الذين ربنا سبحانه وتعالى اختارهم واصطفاهم لأداء مناسك الحج هذه السنة، ماذا عليهم أن يفعلوا قبل السفر؟ قبل السفر، أول شيء، الإنسان عليه أن يكثر من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى أن اختاره دون غيره من الناس، لأن المسلمون الآن فيهم حوالي 1,400,000,000 نسمة عبر العالم، 1,400,000,000، وفي موسم الحج كيكون تقريبا 2 إلى 3 ملايين، الذي طاق الاستيعابية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة هي محدودة طاقتها الاستيعابية، لا تكاد تتجاوز 2,000,000، وفي أقصى حتى 3 ملايين. فمن بين 1,400,000,000 نسمة، ربنا سبحانه وتعالى اختارك أنت أيها الحج وأيتها الحاجة من بين هؤلاء. فمن تم اختياره عليه أولا أن يكثر من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى أن وفقه لهذه النعمة، لأن الذي يواظب على الحمد والشكر في النعم ربنا وعده بأن يزيده ولا ينقصه. هذه قاعدة كونية وضعها المولى عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فكان هناك أناس يشكرون الله على هذه النعم، وكل مرة يزيدهم نعمة على نعمة على نعمة، تتوالى عليهم النعم بقدرة الله وعزته وجلاله. الأمر الثاني وهو أن على كل حاج وحاجة سوف يذهب إلى البقاع المقدسة عليه أن ينيب إلى الله تعالى بالتوبة الصادقة ويكثر من الاستغفار، لأن حياتنا الأولى كانت غالبا مليئة بالذنوب وبالمعاصي وبالآثام. فالإنسان ينيب إلى الله، يجدد التوبة قبل أن يذهب إلى البقاع المقدسة، يتوب إلى الله توبة نصوحة وينيب إليه، وذلك بأن يلازم الاستغفار، يلازم الاستغفار. فهناك ذكرين أوليين ينبغي أننا نكثر منهما هذه الأيام: الأول الحمد والشكر، أن وفقنا الله تعالى أن نكون من بين وفود الرحمن إلى البقاع المقدسة. الأمر الثاني أن نكثر من الاستغفار والتوبة،
لأننا نريد أن نلقى الله تعالى ونحن قلوبنا طاهرة. الأمر الثالث وهو أن كل واحد منا عليه أن يرد المظالم والحقوق إلى أصحابها. إذا كان قد امتدت يده أو لسانه إلى حقوق الناس عليه أن يسعى لكي يرد الحقوق لأصحابها، لأن هذه الرحلة هي ليست مجرد رحلة سياحية وإنما هي رحلة ربانية إيمانية. فلا بد للإنسان إذا كان عنده مظالم وإذا كان عنده حقوق على الآخرين أن يسعى لرد الحقوق إلى أصحابها. الأمر الرابع وهو أن يعمل على تأمين نفقات الحج. فهذا السفر هو يحتاج إلى نفقات كثيرة ومتعددة، وأيام زمان كان الناس يقومون بهذا الأمر، لكن الآن الدفع صار يكون في أوليا لدى المسؤولين، دفع نفقات الحج من نقل وإقامة وإطعام وتطبيب وتأطير، وكل ذلك يجمع ويدفع في أول الأمر. فتؤمن نفقات الحج لقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وكذلك عليه هذا الحج أنه إذا أراد أن يدب إلى البقاع المقدسة عليه أن يقوم بسد الديون التي في ذمته. فقد يكون الإنسان يتعامل بالتجارة أو ربما عنده ديون عند الآخرين، عليه أن يؤدي الديون لأصحابها ويلقى الله تعالى وما هو عليه ما عليه ديون. فإن لم يكن لديه مال وكان عليه ديون فعليه أن يذهب عند أصحاب الدين ويعتذر منهم ويطلب منهم المسامحة ويؤكد لهم بأنه لما يعود سوف يؤدي ما في ذمته. ثم بعد ذلك لا بد للحاج أيضا أنه يوفر النفقات لأهل بيته، فعنده زوجة عنده أولاد عنده عائلة، فسيغيب عليهم لمدة 20 يوما إلى 30 يوما أو ربما أكثر. فعلى الإنسان أنه يترك المال الكافي لأولاده وأهل بيته حتى لا يكونوا في وضعية صعبة، لأن من الإثم أنك تسافر وتترك أهلك بدون نفقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثم بعد ذلك هذا الإنسان عليه أن يعاهد نفسه أنه سوف يبدأ عهدا جديدا مع الخالق سبحانه وتعالى، فيعاهد نفسه على أنه سوف يتجنب المعاصي ويتجنب الخطايا وسوف يعمل على توقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس ربما قد لا يوقرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتجرؤون عليها. فالحج لكي يكون مقبول نأخذ أحكامه من القرآن العظيم ونأخذها من السنة النبوية الشريفة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع كان يقول: خذوا عني مناسككم. فمعظم أحكام الحج هي موجودة في السنة النبوية الشريفة، واللي هي العملية السنة العملية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يبدأ الإنسان في هذه المناسك عليه أن يتفرغ وينقطع للعبادة، فلا يشغل نفسه بشيء. هذه الأيام هو لابد أن يقطع حبل التفكير وينقطع للعبادة، لأنه الآن الحج يطلب منك ربنا عز وجل أن تكون كلك له سبحانه وتعالى، تنقطع للعبادة كلية إلا ما كان من ضروريات الحياة. ثم بعد ذلك تحرص على أنك تبتعد عن الانشغال بالناس والجدال مع الناس، تترك الجدل، تترك المخاصمة، تترك الشجار، وتبقى دوما مع الإيمان واليقين. الحاج إذا عاهد نفسه على هذه الأمور وسار في هذه الطريق، فلما يقول التلبية سوف يجد الجواب الذي يرفعه مقاما عاليا عند الرحمن.
فإذا نادى وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأجور، غير مأزور، ما في لا وزر ولا خصام. فكلما رفع الحاج صوته بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا وأجابته الملائكة لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور وغير مأزور. إن شاء الله ما هي إلا أيام معدودات، وسوف يشرع المؤمنون للسفر إلى البقاع المقدسة، ويحتاجون لمعرفة أهم الأحكام الشرعية المرتبطة بالحج، وهذه الأعمال هي مذكورة في القرآن الكريم مجملة، ومذكورة أيضا في السنة النبوية مفصلة. العلماء قالوا بأن الإنسان حينما يريد أن يسافر إلى البقاع المقدسة عليه أولا أن يعرف ما هي أنواع الأنساك التي سوف يدخل بها. فالإنسان قد يدخل بالتمتع، وقد يدخل بالقران، وقد يدخل بالإفراد. فالتمتع هي أنه يبدأ بالعمرة، ثم لما ينقطع من العمرة يتفرغ، وبعد ذلك يؤدي الحج، ولكن يجب عليه أن يؤدي هديا. والقران هو أن يجمع بين العمرة والحج في وقت واحد، أما الإفراد فهو أن يفرد بالحج وحده. هذه أحكام هي مفصلة، ولكن الذي يعمل به عموم الناس لأنه ميسر هو التمتع. التمتع أنه الإنسان يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج، يقول لبيك اللهم عمرة، ويؤدي المناسك ديال العمرة، وبعد ذلك يتحلل ويبقى على حله إلى يوم الثامن من الحجة اللي هو يوم التروية، وأنا ذاك يحرم بالحج ويقول لبيك اللهم حجة. فهنا يلزمه هدي هذا المتمتع. وعادة معظم المؤمنون إنما الحجاج يقومون بالتمتع. الناس اللي هما غادي يمشوا للديار المقدسة ماذا عليهم أن يفعلوا في أول الأمر لما يحضرون لسفر الحج؟ من الأمور التي ينبغي التأكيد عليها هو أننا سنأخذ معنا حقائب إلى الديار المقدسة. هذه الحقائب هي حقائب فيها مستلزمات ضرورية من ملابس الإحرام وبعض الأدوية وبعض الإسعافات الأولية التي قد نحتاج إليها. فهناك أولا حقيبة صغيرة، حقيبة صغيرة تكون هي فيها مصحف صغير، ممكن كتيب لشرح مشاعر الحج، كتيب فيه أذكار الصباح والمساء، يكون عندنا واحد مذكرة وقلم، ويكون عندنا بيانات رقم الهاتف وأمور التي نحتاج إليها. حقيبة صغيرة تكون في أيدينا، وفيها بعض المال المحدود التي نصرفه في الرحلة. وكذلك نحتاج أيضا إلى حقيبة كبيرة التي فيها ملابسنا التي سنحتاجها، ملابس داخلية ينبغي أن تكون قطنية لنتجنب الاحتكاك، تكون معنا بعض الملابس التي سوف يمكن أننا نستغلها في الإنسان. الملابس لم يدي معها ملابس الفاخرة، لأن هناك غادي يوقع واحد نوع من الاحتكاك والازدحام. ملابس اللي هي عادية، طبعا الملابس اللي هي ممتازة غناخذها إن شاء الله لما ندخل إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في القبة الخضراء في الروضة الشريفة. ينبغي أن نلبس أجود ما عندنا ونتطيب، وكذلك نلبس ملابس هي عادية
وإذا كان عندنا المال فالحمد لله في مكة والمدينة هناك أسواق كثيرة والملابس هناك تباع أشكال وألوان. فالإنسان لما يأخذ معها كثرة الملابس اللي غادي يوقع عليه فيه واحد نوع من التعب. ثم إنسان إذا كان مريض لابد أنه يأخذ معه الأدوية دياله في الحقيبة ما ينساهاش. وطبعا ما ينساش الوثائق الإدارية دياله من جواز السفر ومن التذكرة ديال الطائرة والأمور اللي هي أساسية لا ينبغي أن ينساها. والعائلة دياله يذكروه يثبتوه لأنه في اللحظة ديال الخروج كيكون مسروب وكيكون مضطرب. فملي جمع هاد الحقائب الناس اللي غيمشوا أول مرة راه غادي يمشوا مباشرة إلى المدينة المنورة مباشرة من مطار محمد الخامس من الدار البيضاء مثلا أو من المدن الأخرى من مطارات المغرب غادي يمشوا مباشرة إلى المدينة المنورة. ففي هذه الحالة نحن لا نحتاج إلى 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 الإحرام. الإحرام ممكن نخلوه معنا في الحقيبة وممكن نشروه هناك راه كيتباع في المدينة المنورة موجود. لكن اللي بغى يشري من المغرب يشريه ويديره في الحقيبة ديالو. طبعا في الحقيبة ما نسوش أشياء أخرى، بعض المواد اللي هي ديال التغذية. عندك مثلا الفواكه الجافة بحال اللوز والقرقاع مزيان يكونوا عندنا، لأن علاش؟ لأن الإنسان إذا كلا طعام كثير ربما يضطر للدخول إلى دورة المياه وكيكون واحد النوع من الازدحام ديال الناس وربما تلقى صعوبة في الوصول إلى دورة المياه. فلهذا باش تحافظ على نظام غذائي متوازن ديما كتاكل غير القليل، كتحيد غير الجوع، ما تحاولش تشبع كثير. ومن أحسن الأطعمة اللي كناكلوها دائما نبقاو شادين القوة هو يكون معنا شوية اللوز والقرقاع والزبيب والتمر، راه موجود هناك. تمشوا لمكة والمدينة ونشروا التمر. وكذلك الإنسان ما ينساش ملي بغي يمشي إن شاء الله يدي معاه الشاي. واحد العادة ديال الناس اللي كيمشوا للبقاع المقدسة غير كيوصلوا كيكونوا مقلقين ومتوترين، واخا كيذكرهم الفقيه كيقول لهم ياك قريناكم بأن في أيام الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكن ما كيقدرش يفهم ويستوعب، كتلقاه مقلق ومتوتر. والسبب هو أن بعض الحجاج ما خصهم يشربوا أتاي. إذا شربوا أتاي كيرتاحوا. فواحد الوصية ذهبية ملي تمشي غدي معك البراد ديالك ودي معك أتاي ودي معك المستلزمات ديالو باش ملي توصل بإذن الله مباشرة أول ما تقوم به هو أنك تشرب واحد الكاس ديال أتاي كترزع به المجاج كترتاح، ما تبقاش مقلق متوتر لأن الرحلة طويلة وشاقة وفيها ساعات على الانتظار وكاين الازدحام ديال الناس وكاين اللي صبروا قليل. فملي غادي يوصل غيشرب واحد الكويس ديال أتاي يحافظ على الابتسامة ويحافظ على الرفقة الطيبة. واحد الرفقة الطيبة تكونوا معنا مجموعين دائما كيخفوا على بعضياتنا، نهز معك الحقيبة يبتسم في وجهك يقول لك كلمة حسنة، كتبقى دائما شعر بالقوة. فلا بد التماس رفيق صالح محب للخير ومعين عليه. ملي نبغيو نمشيو ان شاء الله تعالى نخرجوا من البيوت ديالنا غنودعوا العائلة ديالنا، والسنة النبوية الشريفة كنقولوا دعاء المسافر، كنقولوا للعائلة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا ما يقوله المسافر لأهله ومعارفه. والناس اللي هم مقيمين كيردوا على المسافر وكيقولوا نستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، نستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وكيدعوا معه في حفظ الله ورعايته. زودك الله بالتقوى وغفر الله ذنبك وهيأ الله لك من أمرك رشدا. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الكرام لما نخرج قبل أن نخرج من البيت نصلي ركعتين، ركعتي السفر. نقول في السفر الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد في ركعتين. ثم نقرأ آية الكرسي، نقرأ آية الكرسي. وحينما نخرج من بيوتنا نقول بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الخروج هو خروج متميز، سوف نرحل إلى الله، نرحل إلى البقاع المقدسة.
وهناك عراقيل، هناك ربما صعوبات في الحياة، وغنطلقوا مع ناس أشكال وألوان. فكنقول الدعاء الماتور: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ثم غنمشيو إن شاء الله تعالى كاملين إلى المطار، هناك غنجمعوا، غادي نلقاو الناس مجموعين طبعا 5 ساعات قبل وقت الرحلة. علاش؟ لأن التسجيل كيكون طويل شيئا ما، والناس أعدادهم كثيرة، والمراقبة ديال الوثائق والملف الطبي كله كياخذ واحد الوقت. من الأفضل نمشيو مبكرين 5 ساعات تقريبا إلى المطار، وكناخذوا معنا الحقيبة. حنا عندنا الحق في حقيبتين ما كيتجاوزوش 23 كيلو الواحدة، يعني في المجموع 46 كيلو مقسومة على جوج، لابد تكون مقسومة على جوج، ما جمعهاش كلها راه غير مقبولة. ثم ما ننساش ندي معايا دوما، يكون معايا صديقي الحميم، هو المصحف الشريف. هذه الرحلة لابد أن يكون صديقي الحميم المصحف، لأن هذه الرحلة فيها محطات كثيرة للانتظار، والناس كيوقع لهم واحد النوع من القلق والتوتر في الانتظار، وكيبدا القيل والقال، وكيبدا يتكلم في امور بعيده عن اللي هو كلام حسن. فالافضل اننا نبقى في اي وقت هناك انتظار، كناخذ المصحف الشريف وكنتركن في مكان معين، وكنكمل القراءه، كنكمل القراءة، نحاول نختم القرآن الكريم مرات متعددات في هذه الرحلة، على الأقل ختمة في المدينة المنورة، والختمة أو ختمتين في مكة المكرمة. وهذا يقتضي منك يكون المصحف ديما بيدك، لأنك غتواجه عدة محطات فيها انتظار ساعة ساعتين 3 ساعات، الناس كيوقع عليهم الضجر، أنت ما غتقلقش، لأن أنت عندك ديما وقتك ثمين ومملوء بالخير، غتعمرو بتلاوة القرآن العظيم. فالقرآن الكريم ملي غنمشيو للمطار ديال المغرب، اما في الرباط او في الدار البيضاء، غنبقاو كنتظروا ديك الساعه. كل واحد فينا يحاول ما امكن انه مع الناس ما يكثرش الكلام، لان كيبدا الكلام والتعارف، وكيبدا الواحد يتكلم على نفسه ويتكلم على همومه وعلى طموحاته، هذا ليس هو دورنا. نحن في هذا المجال الكلام ما قل ودل، لابد أن يبقى الإنسان مرتبطا بربه. لما يتكلم تكلم مع الحق عز وجل عن طريق الأذكار أو عن طريق التأمل، ولكن تقدر تتكلم مع الناس كتتكلم في قضايا دينية بناءة، قضايا دينية ماشي خلافية، ماشي قضايا اللي فيها إشكالات فقهية، وإنما كنتكلم على الإيمانيات والربانيات، ما يزيدنا قربا إلى الله تعالى. ثم ملي غتجي الطائرة غنركبوا فيها باذن الله، كاين اللي اول مره غادي يوطى الطائره، كاين اللي عنده الفوبيا، عدد ديال الناس كنلقاوهم عندهم فوبيا الطائره، كنقول له ما تخافوش، الطائره هي واحد الصناعه، ربي هو اللي وفق المخترعين لها، صناعه عاديه جدا، هي امنه مطمئنه. ملي غتركب غتشعر كانك جالس في الصالون ديال الدار ديالك، يعني جالس في بيت النعاس ديالك، ما تخافش نهائيا، غير كتنطلق وانت مرتاح فوق 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 الكرسي ديالك، مرتاح راحه تامه. الناس اللي عندهم الفوبيا من الطائره وكيشعروا بالخوف وكيشعروا بالهلع، كنقول لهم هذيك راه غير حاله نفسيه تنتابكم، لان هذه الفوبيا كاين اللي كتجي من لاسانسور من المصعد، كاين اللي كتجي من الاماكن المرتفعه، كاين اللي كتجي من الاماكن المنغلقه، واحد المكان ما فيش الشراجين ما فيش النوافذ. هذه فوبيا هي حاله نفسيه ديال الخوف، هي غير قلق سلبي، والا فاطمئنوا باش ما نخافش. ملي غنطلع الطائره غنقول الدعاء الماثور: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثم اقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وكنت مغادي هكذا في الطائرة كنذكر الله تعالى، عندي 6 ساعات 6.5 إلى 7 ساعات او اكثر تقريبا حسب الطول ديال الطائره، غنمشي مباشره. الرحله الاولى غتكون غاديه مباشره الى المدينه المنوره، غتكون الرحلات في المغرب ديالنا من الثاني من يونيو الى حدود اخر طائره غتكون في 22 يونيو،
يعني الطائرة الأولى غتكون في الثاني من يونيو، غتكون إن شاء الله من الرباط، والطائرة الثانية غتكون إن شاء الله تعالى من الدار البيضاء رابع يونيو، وغتبدا الطائرات تتوالى، تطير تتوالى خطوط المغربية وخطوط السعودية، غاديين جايين غاديين جايين إلى حدود 22 في الشهر بإذن الله. آخر طائرة هي هذه كتكون، وخاص يمشيوا تقريبا ما يزيد عن 36 ألف حاج، 36 ألف حاج كلهم غادي يمشيوا بإذن الله، زائد المرافقين ما يزيد عن 700 في التنظيم الرسمي، واحد 300 في التنظيم الخاص، وزائد الناس تاع المجاملة، يعني غتقول في المجموع واحد 40 ألف غادي يمشيوا للبقاع المقدسة من المغرب. وهادو غيمشيو امتداد من شهر يونيو تقريبا، من 2 يونيو الى 22 يونيو غتكون اخر طائره، وهكذا غادي يمشيو الناس الى الوفود الاولى، غادي يمشيو كلهم الى المدينه المنوره، غادي يمشيو للزياره. والوفود الثانيه غادي يمشيو مباشره الى مكه المكرمه، وغادي يحرموا من الطائره، اللي غادي لمكه المكرمه غادي يحرموا من الطائره. فالإنسان ملي غادي يمشي إن شاء الله تعالى للمدينة المنورة، هنالك غتكون غير الزيارات إلى 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 البقاع المقدسة، المسجد النبوي الشريف، وإلى جبل أحد، وإلى مقبرة أحد، وإلى مقبرة البقيع، وإلى مسجد ذي القبلتين، ومسجد قباء، والمشاعر الدينية هناك. ثم غادي يبقى تقريبا الناس تاع التنظيم ديال الرسمي غادي يبقى واحد 8 أيام، هما هنيئا لهم التنظيم الرسمي 8 أيام. علاش؟ لأن في الحديث النبوي الشريف من صلى 40 صلاة في مسجد هذا كتبت له براءة من النفاق، كتبت له براءة من النفاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفق ربي عز وجل هؤلاء الناس لأداء هذه المناسك، ونطلب الله سبحانه وتعالى اللي عنده الرغبة باش يمشي. كنقول أحب الكرام الطريق سهل للوصول، لأن القرعة تتم في السماء، القرعة اللي كتتم فوق الأرض غير شكلية، وإنما القرعة الحقيقية تتم في السماء، وتتم ليلة القدر. كل ليلة قدر ربنا عز وجل يقدر فيها الأقدار ويقسم فيها الأرزاق، ويختار فوج الحجاج والمعتمرين عنده. واللي بغي يمشي إن شاء الله تعالى ويطلب الانخراط في التنظيم الرباني، ماذا عليه أن يفعل؟ أن يواظب على ذكرين اثنين. الذكر الأول وهو أن يكثر من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر هذا قال في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذا الذكر غتبقى تقوله وتعاود تقوله وتعاود تقوله بلا عدد، حتى تشعر بأن قلبك ولسانك وكل جوارحك ينطقون بها. حتى ملي كتسكت انت كتسمع قلبك يقول لا إله إلا الله، انت ساكت لسانك صامت، وغتسمع قلبك من الداخل يقول لا إله إلا الله. بقى تقولها هكذا توصل هذا المقام، هنا تناديك الكعبة المشرفة، تناديك. الذكر الثاني الذي يجرك إلى البقاع المقدسة هو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي المختار. فسيدنا النبي لما تصلي وتسلم عليه صلاتك وسلامك يبلغه في قبره، وهو حي حياة برزخية، تبلغ صلامك وصلاتك باسمك واسم أمك وأبيك، فيرد عليك السلام فيشفع لك عند الله، وربنا يختارك، يختارك لتأتي عنده لتسلم عليه مباشرة في القبة الخضراء في المكان الشريف. فهذا ذكرين عظيمين، التهليل لا إله إلا الله والصلاة على النبي المختار. إن شاء الله ربنا عز وجل سوف يوفق الجميع لهذه الزيارة، نسأل الله جل جلاله أن يتقبل من الجميع، وإن شاء الله تعالى على لقاء هذا السفر سوف نتحدث كل مرة على بعض الأحكام الفقهية والتوجيهات الربانية المرتبطة بهذا النسك العظيم اللي هو فريضة الحج، ونتكلم على الأسرار ديالو والنفحات الربانية، وكيف يوفقنا المولى للوصول إليه، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله تعالى أن يجعل حجاجنا الميامين حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وتجارة لن تبورا. ونذكر بأرقامنا الهاتفية لمن أراد أن يتدخل من أجل السؤال
أو من أجل الإضافة أو من أجل أن يحكي لنا بعض النفحات الربانية كان سمعه في الحج أو نصائح أو توجيهات سنكون ممتنين له. أرقامنا كالعادة هي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.